وانت بقى بره وطلع لي الجثه دي عشان اعرف راسي من رجلي. عايز الجثه في ايه؟ ما ده احسن مكان ليها. بقول لك ايه، هو ربنا يجحمه مطرح ما راح، بس برضه ده فتح ابليس يعني له احترام، ده غير بقى ان الميت له حرمه. وبعدين يعني. وبعدين ايه ياما؟ وحشتي. تقلبوا الحاره عليها وطيها. المهم الواد ده يكون عندي قبل اذان الظهر. هرب بقى حد قربه، اختفى مع اللي بيختفوا، ماليش في القصه دي. قبل ما الظهر يقول الله اكبر الواد ده يكون عندي، من غير ما حد يحس ولا حد يعرف الواد مش معانا. انا هطلع رايح ساعتين عشان شكل اليوم طويل. هنشوف اخرتها مع دي حاره. ايه اللي مش فاهماه يا ماما؟ ماما اسمي اما. ايه اللي مش فاهماه يا اما؟ كل اللي انت قلته ده انا مش فاهمه منه اي حاجه. اللي واخد عقلك ولا اتلم وفهمني بالراحه. ماشي، الخطه بتاعتنا دي فيها ثغره مش واخدين بالنا منها، ان احنا مش هنعرف نخلي اللعنات مستمره لحد ما نوصل لهدفنا. وطالما مش هنعرف نخليها مستمره، مع الوقت سهل مخمر يقنع اهل الحاره انها كانت صدفه. طالما اهل الحاره مش شايفين حاجه بعينيهم سهل قوي يقتنع. لكن لو كام واحد من اهل الحاره شاف فتح ابليس بلحمه ودمه، ساعتها هيبقى ده الكومي اللي هيقش. ايه الخطه مش عاجباكي؟ لا، هي فكره نميسه، بس ده مش فتح ابليس. كده كل واحد فينا عارف هيعمل ايه. ننام بقى عشان انا جسمي هلك. نوزع نفسينا على المطرح، وانت يا خواجه يلا اطلع فرشتك. انا معاك. اصلها لوكاندا يا اخويا. مخمر لما يجي الصبح لازم نلاقينا احنا بس. يا فالح زمانك، اوعى انت راخر. يا خواجه. كراي يا خواجه. دي هيجي لها نوم ازاي دي؟ حقك عليا في البهدله اللي اتبهدلتها دي. بس اعمل ايه؟ ما باليد حيل. تصدق انك وحشتني قوي. والنبي لنام في حضنك. عارفه انك ما بتحبش الغطا، بس الليله برد. يا ترى جدتك فين يا فتى؟